السلام عليكم. مغتصب الرؤوس المقطوعة أو سفاح الرؤوس المقطوعة، الجريمة دي كان بطلها واحد اسمه إدموند كامبر. الموضوع كله كان في ولاية كاليفورنيا وما بين ولاية تانية اسمها مونتانا ونيو جيرسي، كانت في كذا مكان. هنبتدي الموضوع ببساطة خالص. لو حد اتفرج على فيلم اللي هو بتاع المصارع كان اللي هو سي نو ايفل، اللي هو كان امه كانت بتربيه في مقبره او بتربيه في قبر البيت بتاع بيتهم علشان ما يطلعش على الناس بره خالص، اللي هو بتاع المصارع كان. طبعا الفيلم اتحرف وحصلت فيه دراما تلفزيونيه تانية خالص او دراما نسائيه تانية خالص، ولكن الموضوع برضو كان مقتبس من حاجه زي كده، او انا بالنسبه لي فكرني بحاجه زي كده. في احدى المقابلات الصحفيه دخلت الصحفيه لإدموند كامبر اللي هو بطل القصه بتاعت النهارده وحكت معاه. الصحفية لما دخلت الحجز بتاعه أو السجن اللي هو كان متواجد فيه كامبر في الوقت ده، قالت بالظبط كده: أنا لقيت واحد داخل عليا طوله مترين، أصبت بالذهول، خفت جدا، كنت مذعورة. لقيت واحد داخل عليا أكتر من مترين بس ملامحه بريئة جدا وفي نفس الوقت جاي كله مكبل بالأغلال. في الوقت ده قعد قدامها على الترابيزة التانية المقابلة، في نفس الترابيزة قعد عليها الناحية المقابلة، وراحت قالت له كده باختصار شديد جدا: ايه النشوة اللي انت بتحس بيها لما بتجمع الرؤوس دي وبعد كده بتغتصبهم، او ان انت بتمارس مع الرؤوس دي الجنس؟ ايه الفكرة في كده؟ قال لها ببساطة شديدة جدا، قال لها: انا اتعلمت في المدرسة وانا صغير ان انا لما بقطع الرقبة او لما بقطع الراس الجسد بعد كده ما بيبقاش ليه اي لازمة، الجسد هو المهم، الجسد هو اللي بالنسبة لي مش مهم، والراس بالنسبة لي هي الجايزة الكبرى. ده كانت أول حاجة مقابلة تلفزيونية حصلت مع الراجل اللي هو إدموند كامبر. هي مش، أنا آسف، هي مش تلفزيونية، هي صحفية. إدموند كامبر ده لو إحنا دورنا عليه كان هو مواليد 48، كان الابن الأوسط لبين الاتنين سوزان الكبيرة وآلين الصغيرة. كان باباه جندي في الجيش الأمريكاني وكان شارك في الحروب النووية والحاجات دي كلها، اللي هي الابحاث والحاجات دي كلها. بعد كده بابا ساب الجيش واتجه بعد كده ان هو يشتغل مهندس مدني في احدى الولايات في ولايه كاليفورنيا. كان الاب على طول في مشاكل مع امه بسبب ان هو ما كانش راضي على الشغل بتاعه، ان هو كان مدني وبعد كده كان ضابط جيش او كان شغال في الجيش وبعد كده اتجه ان هو يشتغل مهندس مدني، فكانت على طول المشاكل ما بينه وما بين مراته اللي هي الست المخموره اللي هي ام إدموند كامبر. في الوقت ده كانت بدأت الليلة بتظهر على الحاجة العدوانية، السفة العدوانية بتظهر عند إدموند كيمبر في سن 10 سنين. كان عندهم قطة، القطة أخدها ذبحها، لا أنا آسف ما ذبحهاش، هو أخد القطة ودفنها وهي حية، وبعدها على طول طلعها بعدها بيومين بعد ما ماتت، فصل رقبتها عن جسمها وبعد كده حطها على أحد العواميد عنده في الجنينة عندهم. امه بتساله بعد كده هي واخواته في القطط فين، القطه فين والحاجات دي، قال لها طبعا ما اعرفش، والموضوع اتنسى وخلص الموضوع على كده. الحادثه الثانيه للقطه كانت سنه 57، كانت برضو كانت فيها نفس القطه. بعد انفصال الوالدين انفصل الاب عن الام وسيب الولد بحاله نفسيه تاني برضو، وهو اصلا كده كده كان عبيط وكان لا كان مجنون ايا كان. بعد انفصال الوالدين امه خدت إدموند كامبر وراحوا عاشوا بعد كده في ولاية مونتانا. ولاية مونتانا بعد كده وهم قاعدين فيها حصلت المشاكل الكتير قوي. كانت أمه دايما بتجيله تقول له أنت شبه أبوك، أنت فيك نفس الصفات، فيك نفس الخصال، فيك فيك فيك، وهو كان على ارتباط وثيق قوي بأبوه في الوقت ده. بعدها على طول إدوارد كومبنت بدأ إن هو إدموند كامبر بدأ إن هو يعني تخش له نزعة العنفوانية بس مع البشر مش مع الحيوانات. بدأ ان هو يعمل حاجات غريبه قوي، فكان بيطلع كل الغاز اللي فيه ده، كان بيفضل يعمل حاجات تشويهات في العرايس اللي هي بتاعت اخواته اللي هي سوزان واخته التانيه اللي هي الين، وكان بيقطع العرايس بتاعتهم وكان بيعمل فيهم حاجات غريبه قوي. كانت عندهم قطه صغيره برضو في الوقت ده، اخواته الاثنين البنات، كان خد القطه عمل فيها برضو نفس العمايل، سألوا عليها بعد كده القطه قال لهم برضو نفس الكلام معرفش، ولكن بعد كده فوجئوا ان القطه مذبوحه وراسها موجوده في الدولاب بتاع إدموند كامبر. هنا الام حست ان في حاجه غريبه وفي حاجه غلط. قررت الام ان هي تحط كامبر
هو كان بقى كبر خلاص بقى، حطيته بعد كده في قبر البيت او قبر البيت بتاع المنزل بتاعهم، حطيته هناك خوفا من ان هو يعمل لهم حاجه ليها او لاخواته الاثنين البنات. كيمبر في الوقت ده برضو كان على طول شغال على طول مع السناجب، مع الحيوانات اللي هي في الغابه او الحاجات اللي هي حوالين البيت بتاعهم، وكان على طول بيفترسها وكان بيقطعها وكان بيحطها في الدولاب اللي عنده. هنا الام كانت سبب مشكله كبيره في كيمبر، بسبب انفصالها، بسبب ادمانها، بسبب تعاملاتها معاه، ان هي دايما كانت بتقول له، بتشبهه بابوه، وان هي كانت دايما بتعنفه. في الوقت ده كيمبر او الام نقلت كيمبر عند جده وجدته، لما لقت ان هو مش هتقدر ان هي تتعامل معاه كانسان سوي، ومش قادره تتعامل معاه بضخامه جسمه، وخوفا منه ان هو يعمل لهم حاجه، هي او ولادها البنات الاثنين. الاطباء اكدوا ان كيمبر سليم عقليا بنسبه 100%، وذكائه وصل اكتر من 145% في المية، يعني كان ذكي جدا، كان ذكاء حاد جدا وذكاء نشط كمان بالمره. لما اتنقل بعد كده كيمبر قعد بعد كده مع جدوده لما الام ما قدرتش عليه في الفتره الاخيره، كان سنه 16 سنه، نقلته بعدها على طول ان هو يقعد مع جده وجدته في احدى المزارع في كاليفورنيا برضه. وقتها كان هو بيحب الموضوع ده قوي، وخصوصا ان الغابه كان فيها بقى حيوانات كتيره قوي وقطط وخلافه. في الوقت ده جده اداله بندقيه صيد علشان يصطاد بيها، فرح قوي وبدا ان هو يصطاد كتير من الحيوانات، وحب العيشه في المكان ده. ادموند كامبر. المهم جت بعد كده جدته لقت ان كامبر بيقتل كتير من الحيوانات وبياخدها وبيدفنها، فبعد كده شالت البندقيه. يوم من الايام صحي كامبر عايز ياخد البندقيه، ما لقاش جده موجود في البيت. المهم دخل على جدته قال لها انا عايز البندقيه، قالت له لا مفيش بندقيه، انت بتقتل الحيوانات البريئه، حرام عليك انت بتقتلها ليه. المهم طلع الراجل زي ما هو زي الفل كده، هو شارب كوبايه العصير بتاعته وراح داخل على جدته تاني، خد بندقيه بالعافيه منها ضربها بالنار، علشان ما عشان برضه ضربها بالنار على طول. بعدها على طول دخل جده بالعربيه بتاعته، فيلم سينمائي بيحصل والله، هو فيلم فعلا، فيلم واقعي يعني، وده حصل كتير وانا شفته في حاجات زي كده كتير، نفس المقتطفات دي. دخل جده بعد كده العربيه بتاعته ركنها، المهم على طول قابله ادموند كامبر بضربه رصاصه على طول، بالرغم ان هو كان بيحبه، ضربه على طول برصاصه في دماغه، مات على طول، مقتول وقتها. كيمبر بعد كده راح سلم نفسه للشرطه، قال لهم انا قتلت جدي وجدي، والسبب ببساطه خالص ان جدتي ما رضتش تديني كذا، وجدي بعد كده خفت عليه ان هو يجي له ازمه قلبيه فاضطريت ان انا اقتله. السن ده كله كان سن 16 17 سنه. كيمبر بعد كده دخلته الشرطه الاحداث، وبعد كده بعد الاحداث دخلته في مستشفى امراض عقليه. امه بعد كده اتجهت وهو عنده 21 سنه ان هي تطلعه تاني بره السجن عن طريق العفو. امريكا طبعا فيها الحاجات دي كلها، او البلاد الاوروبيه دي فيها الحاجات دي كلها، مش زينا هنا، هو احنا لو كنا هنا كنا فطسناه برجلينا. المهم ادموند بعد كده مشي، وبعد كده راح بعد كده الام راحت بعد كده اتجهت بعد كده ان هي تروح تخليه يطلع من السجن وعن طريق العفو اللي هو المشروط. المهم سنه 92 بدات افعاله بقى الدنيا كلها تطلع، بدات الليله الاجراميه بتاعته تطلع كلها. أول سنة 72 بدأت أفعاله الإجرامية، بقت مع واحدة اسمها أنيتا وماري آن. بالظبط اللي حصل، كان كيمبر في الوقت ده أخد شقة بره وهو اللي أجرها وعايش فيها. المهم كان بيقابل الفتيات الصغيرين دول 16 17 18 سنة، وكان بيوصلهم بالعربية بتاعته في كل مكان، وما كانش بالنسبة له في أي مشكلة. بيقول إن هو وصل أكثر من 150 واحدة لكذا مكان مختلف، ولكن ما طلعتش عليه اللي هي الشيطان التاني اللي هو كان عنده بالطريقه دي الا في وقت معين. اول واحده زي ما قلنا كانت اللي هي اسمها انيتا وماري اندي، وبرده اكبرهم وهما كان بيوصلهم، ان هما كانوا واقفين، وقف ان هو يوصلهم، رجعوا مع العربيه، اجبرهم على النزول، دخل واحده منهم الشنطه بتاعت العربيه، الثانيه صوتت علشان ما نطولش في الاحداث، ضربهم هما الاثنين وقتلهم، وبعد كده مارس معاهم الجنس بعد ما قطع رقبتهم. رمى الجسد بره
في احد الاماكن في احد الانهار برضو، تمام، وخلى الجسد موجود وخلى اسف الراس موجوده علشان يمارس مع الجنس باكتر من 10 ايام، وبعد كده يرميها من على احدى الجبال الكبيره او يرميهم في الميه. سنه 92 برضو قابل واحده كوريه الجنسيه كانت اسمها كوكيتا ايكوكو، اسف، كان اسمها ايكوكو. ايكوكو دي فتاه كوريه زي ما قلنا، تمام، وكانت من اصل كوري. قابلها كانت برضو عايزه تروح في مكان معين، المهم عشان يوصلها لمدرسه الرقص اللي هي كانت فيها. المهم دخلها المكان معزول، بعد المكان المعزول ده على طول ركبها العربيه تاني، وبعد كده دخلها الشنطه. المهم قتلها في الاخر، ونفس الحاجه اللي حصلت حصلت في الاولانيين حصلت في التانيين. قتلها، فصل الراس، رمى الجسم، وبعد كده مارس الجنس مع الراس لاكتر من 10 ايام. سنه 93 سنة آسف سنة 73 رجع تاني بعد كده ما قدرش يدفع الإيجار، فرجع يقعد تاني مع أمه. لما رجع يقعد مع أمه بدأت الأحداث تحصل تاني. المهم خد عربيته نزل يتمشى تاني، لقى واحدة فتاة جامعية اسمها ساندي. ساندي وصلها عشان الجامعة. المهم عمل نفس معاها الكلام، مكان معزول، خد شنطة العربية طلعها بالعافية، زعقت، قتلها، خد جثتها. المرة دي الأول كان بياخدها في البيت اللي هو كان مأجره، بعدها بقى لما اتنقل مع امه وودها بعد كده اللي هي تالت واحده دي او رابع واحده ساندي دي، دخل بعد كده معاها، دخلها البيت بعد ما قتلها وفصل رقبتها، كانت امه مش موجوده في البيت. تاني يوم طلعها مارس معاها الجنس، رمى الجسد بره وخلى الراس. برضه سنه 73 حدثت الاختلافات كتيره قوي ما بينه وما بين امه، وامه حست ان في حاجات كتيره بتحصل في الوقت ده. في الوقت دخل لامه وهي نايمه، قالت له انت اكيد عايز تحكي معايا في حاجه، تعالى حكي معايا فيها. على فكرة الأم عارفة كل حاجة بس ما بتتكلمش، سايبر، ربنا يحميهم. المهم دخلت بعد كده الأوضة بتاعتها زي ما قلنا نامت والحاجات، دخل عليها الولد قالت له أنت عايز تكلمني في حاجة، قال لها لأ، طلع شرب كحول، دخل تاني الأوضة لقى أمه نايمة، راح ضربها بمطرقة على دماغها لغاية لما هشمها تماما، ماتت. مارس برضه معاها الجنس في جسدها، ولكن هنا بقى حاش راسها برضه في نفس الكلام ومارس مع الراس برضو الجنس اللي هو مغرم بيه في الراس تحديدا. في الوقت ده على طول خاف طبعا ان هو يتكشف، راح جاب اكتر واحده صديقه ليها، قال لها تعالي والدتي بتقولك تعالي عشان تتعشي عندنا. راحت الست علشان تاكل، ضربها على طول، ما كملش على طول، كان يعني سريع سريع، ضربها على طول بالنار، ماتت في الحال. جوزها جه من الشغل، دخل جوزها ضربه بالنار، قتله، مارس مع الاثنين برضو الجنس في الراس اكتر من 13 او 4 اكتر من اسف من 3 او 4 ايام، مع كل مع امه وابوه اللي هو ابوه التاني او اللي هو زوج امه وصديقتهم، وقتلهم وعمل الحاجات دي كلها، كتر خير امه. في الوقت ده بعد كده خاف بعد كده ان الدنيا الناس تعرف الجريمه كانت في ايه او الدنيا حصل فيها ايه. ادموند كامبل راح بعد كده راح اجر في اوتيل، أجر أوضة ليه قعد فيها، لقى إن الموضوع قعد أكتر من 6 أيام محدش سأل في الليلة. راح رفع سماعة التليفون، ألو الشرطة، حصلت جريمة قتل وأنا عملت 1 2 3 4. الشرطة ما صدقتش الكلام ده، راحت جايبينه وقالوا له إيه اللي حصل؟ قال لهم أنتوا أنا اتصلت بيكم وقلت لكم 1 2 3 ومحدش راح علشان يشوف. المهم الشرطة طبعا عارفة إن هو ذو خلفية سابقة. المهم راحت الشرطة بعد كده لقت إن في مجزرة حصلت في البيت. مسكت ادموند قالوا له ايه اللي حصل، حكى لهم كلهم على كل الجرائم اللي هو عملها من سنه من هو سن 16 سنه لغايه لما قتل امه وجوز امه واخر حد صديقه امه. في اعترافاته قال كلمه واحده، قال لقد كنت قنبله موقوته تمشي على الارض وامي هي السبب الاساسي في كل ده. الشرطه سجنته، ولكن هم عندهم حاجه غريبه قوي، عندهم حاجه اسمها العفو المشروط. يعني انت لو بعد كده انت بعد كده اذنبت وقلت انا اذنبت وبعد كده طلعوني وفرجوا عني والحاجات دي كلها، هم بيعملوا كده. فالموضوع ده موجود كتير قوي في الدول الاوروبيه، ما عندهمش موضوع الاعدام، عندهم اخرهم ان انت تبقى مؤبد او طول العمر، اكتر حاجه اللي هي العفو الغير مشروط. الفكره كلها في الحالة النفسية اللي كانت بتحصل. الحمد لله في مصر وفي الدول العربية كلها الحالات دي بتبقى نادرة عندنا كتير،
لكن هناك بره في اوروبا في الدول دي بتبقى كتيره جدا 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 جدا. ببساطه خالص برضو هنقول حاجه واحده، هو في العالم ده كله او الدنيا دي في كام واحد زي ادموند كامر؟ انا اعتقد كتير قوي، اللي هو بيقتل القطط واللي هو بيذبح قطط واللي هو بيعمل مش عارف ايه، موجودين على فكره بس ما بنبلغش عليهم او ما بنقولش عليهم حتى بنعالجهم، احنا بنسيبهم زي ما هم كده بعبالهم. يا ريت الفترة اللي جاية ناخد بالنا من ولادنا، ناخد بالنا من بناتنا، ناخد بالنا من دنيتنا، وما نفضلش نقول إن مصر هي اللي مليانة جرايم، بلاد العربية كلها جرايم، لا دوروا في نادي الجريمة ودوروا في الملفات السرية، هتعرفوا إن في قضايا تخلي الشعر ده يشيب. إدموند الحمد لله اتمسك بس غيره كتير. السلام عليكم.